From Serbia. I train swimming. My favorite style is a butterfly. I train swimming since I was 7 years old, and I'm 11 years old now. Thank you.
الكبار، وهي عبارة عن مجموعة متنوعة من المسابقات في الجري والمشي والقفز والرمي، وغالبا ما يطلق مصطلح ألعاب القوى على أي نشاط رياضي، لكنه يشير بشكل أساسي وفي معظم الحالات إلى مسابقات المضمار والميدان. وترتبط هذه الأحداث الرياضية ارتباطا وثيقا بالأولمبياد، وهي رياضة قديمة جدا. ومن فوائد رياضة ألعاب القوى كباقي الرياضات تجعل الجسم مثاليا ومتناسقا ومعافى وسليم، إذ أنها تقوي وتحارب السمنة، محاربة داء السكري وارتفاع ضغط الدم، تقوية عضلات الجسم وتحسين مظهره، تحفيز الدورة الدموية في جسم الإنسان وزيادة نشاطها وتحسين عملية التنفيذ الغذائي له، فتح الشهية، الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض الشرايين والقلب والسكتات الدماغية والسرطان والسكري، تقوية جهاز المناعة ومساعدة الجسم على التخلص من السموم والفضلات الضارة، تأخر ظهور علامات الشيخوخة. وتعرف رياضة ألعاب القوى المغربية توهجا كبيرا في المسابقات الدولية والقارية كبطولة العالم والألعاب الأولمبية، إذ برز مجموعة من الأبطال الذين رفعوا راية المغرب عاليا خصوصا في الألعاب الأولمبية كالبطل سعيد عويطة والبطلة نوال متوكل، ليأتي بعدهما كل من الإبطال هشام القروش ونزهة بدوان ومجموعة كبيرة من العدادين المتميزين كخالد السكاح، إبراهيم بوطيب وحسناء بن حسين. عن الرياضة فوائد كثيرة ومتعددة، أذكر منها المساعدة على ترشيط العقل وتعزيز الذكاء لدى الفرد بكل أنواعه، وخاصة الذكاء النفسي الحركي والذكاء الاجتماعي، زيادة قوة الذاكرة ونشاطها، التقليل من نسبة التشتت الذهني وزيادة التحصيل الدراسي لدى التلميذ، زيادة النمو الذهني لدى الشخص وتعزيز علاقته ببيئته المحيطة به، تعزيز النفسية والجانب الإيجابي لدى الشخص ومساعدته على التخلص من الجوانب السلبية التي تؤثر على نشاطه اليومي، تعزيز المودة والألفة بين الناس وخاصة في العلاقات الاجتماعية بينهم، وخاصة في الرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة السلة، إشعال روح المنافسة ورفع المعنويات وتقوية الإرادة وشحذ الهمم من أجل الوصول إلى الأهداف. الملاكمة تعد أحد أنواع الفنون الرياضية القتالية ولرياضة الدفاع عن النفس، ويطلق عليها بالفن النبيل، وتمارس عادة داخل حلبة مربعة الشكل وتقام بين شخصين. ولرياضة الملاكمة فوائد كثيرة منها نذكر منها تخفيف الوزن، بناء الجسم القوي، بناء عظام والعضلات القوية، تقوية أجزاء الجسم، تخفيف الضغط، مفيدة للعقل وتساعد على التركيز. وفي المغرب تعرف رياضة الملاكمة تألقا كبيرا في جميع المحافل القارية الدولية بين الأبطال المغاربة الذي حققوا ألقابا وميداليات، فهناك عبد الحق عاشق الذي فاز بميدالية نحاسية في الألعاب الأولمبية، والملاكم محمد ربيعي بطل العالم في الملاكمة الاحترافية. أما بخصوص الملاكمة النسوية فقد دخلت المغربية خديجة المردي كأول إفريقية العربية تفوز بميدالية نحاسية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بروسيا. كرة القدم هي من الرياضات الأكثر شعبية عبر العالم، وهي رياضة تلعب بنظام يجعل التحدي المنافسة وروح الفوز من أهدافنا، وهي من أقدم الرياضات التي عرفها الإنسان، فأصولها تمتد إلى أكثر من 2500 عام قبل الميلاد، وتحديدا في الصين عندما كان اسم لعبة السوشو. ولرياضة كرة القدم فوائد كثيرة أذكر منها، تساعد ممارسة كرة القدم على التقليل من هشاشة العظام وتكسرها، تزيد إطار الهيكل العظمي وتجعل العظام قوية، تقوي عضلة العلب وتحسن اللياقة البدنية، تساعد على تقوية العضلات، تدخل البهجة والسرور عند ممارستها مع الأصدقاء.
الأمل تخفض مستوى القلق والتوتر وتقوي التركيز. في المغرب تعد كرة القدم من الرياضات الأكثر شعبية وممارسة، وهناك لاعبون أبدعوا في ممارسة هذه اللعبة وتألقوا فيها. نذكر كمثال العربي بن مبارك وهو أول لاعب اعترف خارج المغرب بالضبط بنادي أتلتيكو مدريد إسباني، وكان يطلق عليه الجوهر السوداء. الحارس المتألق بادو الزاكي الذي تألق منذ مونديال 86 بالمكسيك رفقة كثيبة رائعة من اللاعبين، وقد احترف بنادي مايروكا الإسباني، وبعد نهاية مشواره تألق رفقة المنتخب الوطني كمدرب. وفي هذه السنوات الأخيرة برز مجموعة من اللاعبين الشباب أبانوا عن علو كعبه سواء مع فرقات مع المنتخب الوطني. أذكر كمثال أشرف حكيمي اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني واللاعب الحالي لبروسيا دورتموند الألماني، حكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام الهولندي.
He is playing the Juventus football team.
He won 5 golden balls of the best player ever. He was born in Portugal and was very cool, so he decided to challenge himself and became a very rich celebrity. He's now rivaling the number 7. We wish he could have 7 kids and 7 golden balls of the best player. For me, I prefer handball because it's helpful to change the routine. My favorite player is Hakim Ziyech. He is real bold, tall, and he is young. He's playing in Ajax Amsterdam football team, and he is the captain of the Moroccan football team. His number is 22. He is born in March 1993. He is 26 years old. For me, I like football because it is helpful to activate our standards. My favorite player is Philippe Coutinho. He is tall, he has a wonderful physical fitness. He is playing with Bayern Munich football team. He was born in Brazil, 1993. For me, I like football because it is very enjoyable and it is helpful to be active. My favorite player is Marcelo. He is slim. He has a bridge height and he is young. He is playing with the Real Madrid football team. He is famous for his haircuts. His number in team is 12 and he has 2 kids. From my point of view, I prefer football because it is very enjoyable. My favorite player is Messi. He is tall and well-built. He is playing Barcelona football team. From my point of view, I prefer athletics because it's very enjoyable and it's beneficial to change to our team. My favorite player is Naomi. She is well built. She is tall and young. In my opinion, I enjoy football because it is helpful to relax. My favorite player is Ronaldo. He is well built and he is tall. Is young. In my opinion, I enjoy athletics. It is also to change the routine. My favorite player is Ntabitwan. She is real built and she is tall. Moreover, she is a young woman. For me, I like football because it is very enjoyable. My favorite player is Anas Shtaibi. He is young.